تشاو توتي، طلاب الاعزاء، طلاب اللغه الايطاليه سنه ثالثه ثانوي في كل انحاء جمهوريه مصر العربيه. النهارده معادنا مع حلقه مراجعه نهائيه هنتناول فيها بالشرح والتحليل تحليل نموذج امتحان شامل من امتحانات الثانويه العامه. ودايما طلابنا في ثالثه ثانوي لازم يكونوا عارفين ان الامتحان الايطالي في ثالثه ثانوي هيكون من قطعتين، كل قطعه بيكون عليها 6 اسئله اختيار من متعدد، ثم المواقف، والمواقف بختار فيها اجابه واحده فقط ما تنساش، ثم الجرامر، وبعد كده بتيجي الأسئلة المقالية. والأسئلة المقالية في اللغة الإيطالية بيكون عبارة عن حاجتين، واحد رد على إيميل، واحد تاني اسمه اكتب تيما. كومينشامو، هنبدأ ونشوف مع بعض. تشاو أتوتي، القطعة الأولانية. تشاو أتوتي، أهلا بالجميع. اللي كاتب الكلام دوت هو فرانشيسكو، بيقول جراتسي، شكرا. أتوتي إي فانز، لجميع الفانز المعجبين. كيمي انو داتو، اللي اعطوني. لورو فوتشي، فوتشي يعني اصواتهم. امي انو ايوتاتو، وساعدوني. افينشري، في الفوز. بلاجارا فينالي، لاجارا فينالي يعني بالمرحله النهائيه ديل بروجراما، من البرنامج. ايطاليانز جود تالنت. جراتسي سبيتشالي، شكر خاص. امي انونا، لجدتي. كينون مي لاشا ماي، التي لم تتركني ابدا. دا سولو، كلمة دا سولو دي معناها بمفردي. دا كواندو، عندما. امياي جينيتوري، جينيتوري دي معناها الوالدين، وكلمة بارنتي بالايطالي معناها الاقارب. سونو بارتيتي بير لافوراري ان فرانشا، والدي راحوا للعمل ان فرانشا. فرانشا دي معناها دولة فرنسا. ولادنا يخلوا بالهم من فيرنسي، دي مدينة إيطالية، لكن فرنسا دولة فرنسا. تشينكو ياني فا، منذ 5 سنوات. أديسو، الآن. إيو أو تريدي تشياني، أنا عندي 13 سنة. يبقى الولد دوت والديه تركوه من 5 سنوات، ودلوقتي عنده 13 سنة، يبقى تركوه هو عنده أوتو أني 8 سنين. أبيتو، أسكن. كون لا نونا، مع الجدة. ان اون بيكولو بايزي، بايزي بمعنى دولة او قرية. فيتشينو، قريبة. عندي حاجة في المنهج بتاعي اسمه سيستو فيورنتينو. سيستو فيورنتينو ده اسم مكان في الريف الايطالي. ايو، انا، عايضة على فرانشيسكو. الى نونا، انا والجدة. نون سيامو نيبوتي، ايسو ونونا، لا نكون حفيد وجدته. ما سيامو انكي، لكننا ايضا. اميتشي، اصدقاء. ميا نونا، جدتي. ميا فاتو ادوراري، جعلتني ادوراري، اعشق. الكانتو، الغناء. دا بيكولو، منذ الصغر. مي بورتافا كلي اللوبرا، كان بتحملني وتوصلني معاها اللوبرا للوبرا. دوفي لافورافا، حيث كانت تعمل، جدته كانت تعمل. كانتانتي، مغنية. امي بياتشيفا مولتو، وبيعجبني كتير. السو كانتو، كانتو يعني غنائها. اللاجارا فينالي، في المرحلة النهائية. ميا كومبانياتو، اكومبانياتو ده من الافعال المهمة جدا عندنا، معناها اصطحبتني او وصلتني. فينو التياترو، حتى المسرح. او كانتاتو، غنيت. اونا كانسوني، اغنية. دي اون فيلم انجليزي، من فيلم انجليزي. توتي مي انو ديتو، والجميع ديتو، قالوا لي. فانتاستيكو، رائع. تو سي مولتو بيكولو، انت صغير جدا. ما اي كانتاتو، اي كانتاتو، لكنك غنيت. نون اي سبالياتو، نون اي سبالياتو، ولم تخطئ. اونا بارولا، في كلمة. اونا نوتا، ولا في نوتا موسيقية. اي انكي، وايضا. نون اي ديمنتيكاتو، لم تنسى. نيسون فيرسو، نيسون فيرسو ديت معناها اي من كلمات الاغنية. فورسا فرانشيسكو، عظمة يا فرانشيسكو. فورسا لانونا، عظمة يا جدة. باتشي اتوتي، قبولاتي للجميع اللي كاتب الكلام ده، فرانشيسكو.
اول سؤال على القطعه، والقطعه يجي عليها 6 اسئله. السؤال الاولاني، فرانشيسكو سكريفي، فرانشيسكو بيكتب البوست بير، بيكتب البوست ليه؟ يبقى الاجابه الاولى اللي هي عشان رينجراتسياري يشكر ايفانز المعجبين الى نونا والجده. السؤال الثاني، ايطاليان جوت تالنت اون بروجراما هو برنامج ايه؟ برنامج كونكورسي، هو برنامج كونكورسي يعني مسابقات، يبقى البرنامج ده برنامج كونكورسي، برنامج مسابقات. السؤال الثالث، دوفي لافورانو اين يعمل؟ الجينيتوري دي فرانشيسكو، اين يعمل والدين فرانشيسكو؟ مشغلين ان فرنسا، في فرنسا. يبقى كده الاجابه الاولانيه اللي هم شغالين ان اونا تشيتا، ان اونا تشيتا فرانشيزي، تشيتا فرانشيزي يعني في مدينه فرنسيه. ولادنا يخلوا بالهم بين فيرنسي وبين فرنسا، فيرنسي دي مدينه جوه ايطاليا، لكن فرنسا دي دوله فرنسا. سؤال 4، فرانشيسكو ايه بورتاتو بير؟ بورتاتو بير معناها محب ليه. فرانشيسكو محب للكانتو، للغناء، اكاوزا بسبب مين؟ الاجابة الاولى اللي هي بسبب سوانونا، سوانونا يعني جدته. بعد كده فرانشيسكو ايه انداته؟ فرانشيسكو ذهب قضى بيتاري عشان يسكن كل نونا مع الجدة كواندو افيفا، عندما كان عنده اوتو اني، اوتو اني معناها 8 سنين، اوتو اني. بعد كده الله جارا فينالي، جارا فينالي معناها المرحلة النهائية، فرانشيسكو كانتاتو، في المرحلة النهائية فرانشيسكو كانتاتو يعني غنى، يبقى اختار رقم بي اللي هي غنى. سينسا بدون، ديمنتيكاري ان ينسى، نينتي اي شيء، يبقى سينسا ديمنتيكاري نينتي. اللي بعد كده في قطعة تانية، يبقى بعد القطعة الأولى ما بتخلص الأسئلة بتاعتها نلاقي قطعة تانية، أولها تشاو توتي أهلا بالجميع، سونو سيلفيا أنا سيلفيا، إيو ستوديو ألا أونيفرسيتا بدرس في الجامعة، إي أنكي وأيضا فاتشو أعمل، كوميسا، كوميسا يعني بائعة، إن أون نيجوتسيو دابيليامينتو، كلمة نيجوتسيو دابيليامينتو معناها محل ملابس، شغالة بياع في محل ملابس. يبقى القطعة دي بتتكلم عن الشوبينج، عن التسوق، عندنا موضوع التسوق من الموضوعات المهمة جدا. دا كواندو عندما، او فينيتو انهيت، لا سكولا سيكونداريا المدرسة الثانوية، الميو لافورو عملي، كومينشا يبدأ، ضلي تري من الساعة 3 ديل بوميريجو بعد الظهر، فينو الي 11 دي نوتي، فينو الي 11 دي نوتي حتى الساعة 11 ليلا. يبقى كده هي بتعمل ضلي تري من الساعة 3 لغاية ال 11 لغاية الساعة 11، يبقى كده هي بتشتغل اوتو اوري، اوتو اوري يعني 8 ساعات. ايو لافورو انا اعمل، نيل شنترو كوميرشالي، شنترو كوميرشالي ده معناه المركز التجاري، انا شغال في المركز التجاري. كيسي تروفا الذي يوجد في تشينو الدوومو، المركز التجاري اللي عندنا في المنهج موجود في تشينو بالقرب من الدوومو، دوومو دي معناها الكاتدرائيه او الكنيسه الكبيره. دوفي تشي سونو حيث يوجد، تانتي التري نيجوتسي دي المركز التجاري ده فيه نيجوتسي محلات، جويلي مجوهرات، اسكاربي ومحلات كمان احذيه، ايه بروفومي ومحلات عطور. مولتي كليينتي كثير من العملاء، فينجونو ياتون، النوسترو نيجوتسيو للمحل بتاعنا، بير ديفيرسي موتيفي لاسباب مختلفه، كومبراري عشان يشتروا، جوارداري ويشاهدوا، مهم قوي التعبير اللي جاي ده، كابي دابيليامينتو، كابي دابيليامينتو معناها قطع الملابس، اوسا بيري ويعرفوا كمان ايبريتسي الاسعار.
ieri amas è entrata دخلت للنيغوزيو في المحل بتاعنا una bella ragazza americana بنت امريكيه جميله con una sua amica italiana مع صديقتها الايطاليه la ragazza americana البنت الامريكيه approvato جربت maglietta nera تيشيرت اسود e una sciarpa rossa وشرب احمر إلي أكم براتي واشتريتهم إكويلا إيطاليانا والبنت الإيطالية أكم براتو اشترت أنا جاكا جالا جاكا جالا معناها جاكت أصفر لورو أنو باغاتو الكونتو هم دفعوا الكونتو الحساب إي سونو أنداتي فيي أنداتي فيي ديت معناها وذهبوا ما بورتروبو لكن للأسف كلمة بورتروبو دي معناها للأسف أنو ديمنتيكاتو نسيو أنسكو خلي بالك سكو معناها شنطة بلاستيك أنا عندي تعبير أنسكو دي أنسكو دي معناها كثير من لكن سكو بس معناها شنطة بلاستيك اللي بنضع فيها الهدايا نسيو أنسكو شنطة كوندنتر وبداخلها لاماليتا التيشيرت إلى شاربة والإشارب بير فورتونا لحسن الحظ لكاسييرا الكاشير بريندي تأخذ سيمبري النوميرو ديل تليفونو رقم التليفون الكاشير بتأخذ دايما النوميرو ديل تليفونو يعني رقم التليفون دي كليينتي بتاع العملاء بير مانداري الورو ميساجي عشان تبعت لهم ميساجي رسائل كواندو تشي سونو يصلدي عندما توجد صلدي تخفيضات ولادنا في موضوع التسوق يخلوا بالهم من حاجة مهمة جدا عندي تعبير اسمه البريدو دي صلدي بريدو دي صلدي ده معناها فترة التخفيضات لكن صلدي فلوس يبقى بريدو دي صلدي ده معناها فترة التخفيضات لكن صلدي الفلوس هو تليفوناتو اتصل قال لي راجاتسي بالبنات كي سونو تورناتي الذين عادوا سوبيتو خلي بالك كلمة سوبيتو سوبيتو ديت معناها فورا ابريندري الساكو عشان ياخدوا الشنطة امي انو رينجراتسياتو وشكروني مولتو مولتو يعني كثيرا اول سؤال نيل بوست سيلفيا بارلا سيلفيا ديت اللي هي بتشتغل بايعة في شنترو كوميرشالي في المركز التجاري بارلا دي اونا جورناتا بتتحدث عن يوم ايه يبقى الاجابه اللي هتنفع اللي هي نوميرو تشي اللي هي بتتحدث عن يوم نيلسو لافورو في عملها السؤال اللي بعد كده لدوي راجاتسي البنتين انو كومبيراتو البنتين اشتروا نفس الاشياء ولا حاجات مختلفه اشتروا كوزي ديفيرسي كوزي ديفيرسي ديت معناها اشياء مختلفه لكن الاولى مش هتنفع عشان استسي كوزي دي معناها نفس الاشياء بعد كده كوانتي اوري كم ساعة الجورنو في اليوم لافورا سيلفيا سيلفيا كانت بتشتغل اوتو اوري 8 ساعات يبقى الاجابة نوميرو تشي اللي هي اوتو اوري 8 ساعات سؤال 10 لكاسييرا الكاشير ماندي ميساجي بيبعت الرسائل اي كليينتي للعملاء كواندو يبعتوا الرسائل امتى للعملاء يبقى الاجابه نوميرو تشي اللي هي كواندو كومينشانو عندما تبدا لسكونتي التخفيضات دي مش هتنفع عشان قلتي معناها غاليه سؤال 11 دي كي معناها ملك من استاتو كان الساكو ديمنتيكاتو الشنطه اللي نسيناها في النيجوتسيو في المحل كانت بتاعت انهي بنت فيهم الايطالية ولا الامريكية يبقى اختاري الاولى اللي هي الشنطة كانت بتاعت الراجاتسا امريكانا راجاتسا امريكانا يعني البنت الامريكية اخر سؤال على القطعة سيلفيا تليفوناتو سيلفيا اتصلت قال لي راجاتسي بالبنات بيرفينيري ابريندري الساكو ديمنتيكاتو عشان يجوا ياخدوا الشنطة اللي نسوها اذا allora lei è una persona
اذا هي شخصية اونيستا. كلمة اونيستا ديت معناها امينة. شخصية اونيستا يعني ايه اونيستا؟ امينة. بعد القطعتين بيجي المواقف، وبنأكد ونقول لأولادنا ما تخافش من جملة المواقف مهما كانت الجملة طويلة وقصيرة، في حل الموقف في كلمة واحدة. جملة 13 حلها في أول كلمتين، ما فيرامينتي، أي حاجة فيها ما أو فيرو يبقى الإجابة الأولى اللي هي كييدو كونفيرما. كييدو كونفيرما يعني طلب التأكيد. الجملة اللي بعد كده، كويستا جونا اي بيلا كيارا تي بروبريو بيني، بيني جيدة، يبقى ده اسبريمو باريري، تعبير عن الرأي. اسبريمو باريري يعني تعبير عن الرأي. هذه جيبة جميلة، يبقى اسبريمو باريري تعبير عن الرأي. ولازم نقول لأولادنا خلي بالك ان كلمة بيلو او بيلا بس تبقى اسبريمو باريري، لكن كي بيلو او كي بيلا هتبقى جويا. جويا يعني الفرح. تاني، بيلو او بيلا بس هتبقى اسبريمو باريري تعبير عن الرأي. طب كي بيلو او كي بيلا هتبقى جويا. سؤال 15 حله في كلمة بيرسو، فقد او خسر. ابنتي فقدت لصوى بورسيتا الحقيبة. فقدت الحقيبة يبقى الاجابة الاولانية اللي هي بروتا نوتيتسيا. بروتا نوتيتسيا يعني خبر سيء او خبر قبيح. سؤال 16 مي بياتش مولتو الفيستيتو دي كيارا كوانتو فييني. حلوا في اخر كلمتين اللي هو كوانتو فييني. كوانتو فييني معناه كم يتكلف، يبقى كوانتو فييني كم يتكلف، يبقى ده الاجابه نوميرو دي اللي هي كييدو البريتسو. كييدو البريتسو يبقى بسأل عن السعر، يبقى كيدو البريتسو يعني ايه؟ بسأل عن السعر. جملة 17 كواندو فاتشو بروجيتي، عايز مثال للبروجيتي. بروجيتي يعني المشروعات. لازم المشروعات تكون جملة، وجملة فعلها في المستقبل البسيط. اذا رقم سي مش نافعة عشان ده سؤال. بروجيتي مشروعات، يبقى اختار نوميرو دي عشان كومبيريرو. كلمة كومبيريرو ده معناه سوف اشتري. اي جملة فيها كلمة كومبيريرو سوف اشتري هيكون بروجيتي، يعني بروجيتي مشروعات. بعد كده 18 كيبيلا جورناتا، يا له من يوم جميل. يا له من يوم جميل عايز جملة بتفيد اليوم الجميل، يبقى اختار نوميرو تشي اللي هي مي ديفيرتو مولتو. مي ديفيرتو مولتو معناها مستمتع كثيرا. يبقى انا عندي تعبير مهم جدا اسمه مي ديفيرتو مولتو، مستمتع كثير، يبقى ده جويا. او مي ديفيرتو دا موريري، مستمتع حد الموت، مستمتع جدا يعني. وعكسهم مي انويو، متضايق، دا موريري جدا او متضايق حد الموت. 19 كواندو عندما اوفرو كولابوراتسيوني. اوفرو كولابوراتسيوني عرض التعاون الميو اميكو باولو، على صديقي باولو، بعرض التعاون على باولو، يبقى اختار نوميرو بي عشان بوسو. بوسو ده معناه استطيع، اي حاجه فيها بوسو استطيع او سيف وي، يبقى اوفرو ايوتو. بعد كده حل جمله 20 في كلمه سيكوندو مي، في رايي نون سارا لن يكون. اي جمله فيها سيكوندو مي في رأي نون سارا لن يكون هتبقى بريفيزيوني. بعد كده بعد المواقف بتيجي الجراماتيكا. لازم ولادنا يكونوا عارفين مفتاح حل جملة الجرامر فين. هنبص كده للجملة ديت. ماريا مفرد بعده فاصلة يعني تو، وعندي هنا قاعدة سي. سي دوت يعني إذا أو لو، مستقبل بسيط. المستقبل البسيط حله كلمة واحدة، لازم مع قاعدة سي نختار مستقبل بسيط كلمة واحدة، يبقى هستبعد بي وكمان هستبعد دي. طيب هنا ماريا مفرد بعده فصلة يعني تو، تو عايزة فعل يكون اخره راي، يبقى الاجابة الاولى. الجملة اللي بعد كده حلها في ابينا، قلنا ابينا بمجرد ان، قلنا ابينا بمجرد ان، ودوبو كي بعد ان، وكواندو عندما، هيجي وراه مستقبل مركب. مستقبل مركب ده يعني مقطعين اولهم
صاروا اخواتها او افروا اخواتها. استبعد ما حلش على طول، لازم استبعد، استبعد بي وكمان هستبعد دي. عندي دينو، دينو ده مفرد من غير فصلة، مفرد من غير فصلة يعني لوي ولاي، لوي ولاي عايزة فعل اخره را، يبقى اختار الاولى اللي هي سارا اريفاتو، يبقى الاولى اللي هي ايه؟ سارا اريفاتو. 23 اير يعني امس، اير امس عايزه الفعل الماضي، والفعل الماضي ده بيكون اطول فعل في الجمله. كلاوديو وكيارا ولد وبنت، كده جمع مذكر. لورو، اولا هستبعد رقم تشي ديت عشان ده مضارع، الفعل الصغير ده مضارع، كمان هستبعد رقم دي عشان فيها رنو، رنو ده يعني مستقبل بسيط. هنا انا اير امس ماضي عايزه فعل ماضي، ماضي بالنظر كده بيكون اطول فعل في الجمله. وعندي كلاوديو وكيارا ولد وبنت، ده جمع مذكر، جمع من غير فصلة يعني لورو، تمام. ولورو هتاخد سي سونو، يبقى الاولانيه. الجمله اللي بعد كده ماريا، مفرد من غير فصلة يعني لوي ولاي، لوي ولاي بتاخد مي ولا تي ولا سي؟ هتاخد سي، يبقى سي جواردا، سي جواردا. مي مش هتنفع عشان المي دي بتاعت ايو انا، والتي مش هتنفع عشان التي دي بتاعت تو انت. الجمله اللي بعد كده كومبرو يبسكوتي مانجو تريفيتي، تريفيتي ده معناه ثلاث شرايح، كلمه تري ثلاثه، وكلمه فيتا شريحه، او كلمه بيتسو، بيتسو يعني قطعه واحده. طالما لقيت رقم او كلمه تري او فيتا شريحه او بيتسو قطعه واحده، يبقى الضمير هنا التجزئه اللي هنا يبقى ني. بعد كده 26 حلها مي بياتش لا كامبانيا، بيعجبني الريف. بيركي ايه ضل روموري ديلا تشيتا، الحل في ضا، اللي بياخد ضا هي لونتانو، اللي بياخد ضا لونتانو، عشان اكانتو دي معناها بجانب، بتاخد اه زائد اداه التعريف. وفيتشينو قريب، هتاخد اه زائد اداه التعريف. كلمة أديسترا على يمين، تاخد دي أو دي زائد أداة التعريف. 27 سينيورا أنا، ده لقب وفصل احترام، ضمير الاحترام هو لابي ال الكبيرة، يبقى الأخيرة لابي ال الكبيرة. 28 جون فييني كايرو، كلمة كايرو بتاخد أل، بس هنا مش هتاخد أل، كايرو تاخد أل، بس كايرو لو جت مع فييني ياتي هديها ضل، وكايرو لو جت مع بارتي يرحل تاخد بير ايل تاني. خلي بالك كايرو على طول قل، قل كايرو، بس في حالتين استثناء، كلمه كايرو لو جت مع فعل فييني ياتي يبقى فييني ضل كايرو، وكلمه كايرو لو جت مع بارتي يرحل يبقى بارتي بير إل كايرو، عشان يرحل بياخد بير إل. اللي بعده كلمة شلولاري المحمول، دي كلمة شاذة، مفرد مذكر، الأداة بتاعتها إل، يبقى الأخيرة التوو، يبقى شلولاري دي شاذة، مفرد مذكر، هتاخد إل. 30 راجاتسي، جمع بعضه فصلة يعني فوي، فوي ضميرها في، يبقى اختار الأولى اللي هي انكونترار في، يبقى راجاتسي ده جمع بعضه فصلة يعني فوي، فوي ضميرها في يبقى الأولى. كارلو اي كابيتو لا ليتسيوني دي انجليزي، أول ما الاقي دي خد الحل على الاسم اللي قبلها اللي هو لا، لا دي مفرد مؤنث، واللو والله لو دخل على حاجه من افيري بتتعمل ايه؟ الابوستروف. طب اختار الايه الابوستروف دي ولا الايه الابوستروف دي؟ هنا اختار الايه الابوستروف رقم تشي، عشان التبعيه هنا مؤنثه، وكلمه لا هنا دي برضه مؤنثه، لا هنا مؤنثه. اي فينيتو دي فاري ليزرشيتسي دي ماتيماتيكا دوي بوكو فا، هنا بوكو فا معناها منذ قليل، مش هتاخد ني، بس انا هنا هدي ني على كلمه دوي اتنين،
انت عملت الواجب الرياضيات، عملت منهم اتنين منذ قليل. هنا بوكو فا منذ قليل مش هدي عليها نيه، بس كلمة دو اتنين ده الرقم بتاع التجزئة، هدي نيه. يبقى انا هدي نيه مش عشان بوكو فا، هدي نيه عشان دو اتنين، وفي فرق بينهم اهو الفاصلة. اتنين بتاخد نيه، وده من رقم اتنين وانت طالع جمع يبقى رقم بي. بعد كده مي بياتشنو الاسباجيتي ديلا ماما ما نون بوس، اول ما الاقي ديلا خد الحل على الاسم اللي قبلها. كلمة لي سباجيتي ده جمع مذكر، كلمة اخد الحل على اللي قبل ديلا اللي هو الاسباجيتي جمع مذكر، يبقى عايزة لي. طب ما هي لي وهي لي، الاولى فيها لي والتالتة فيها لي، هل اني بوسو يعني استطيع، يجب ويريد ويستطيع بيحط الضمير في الاخر، تبقى منجار لي منجار لي. بعد كده بتبتدي الاسئله المقاليه. السؤال المقالي الاول اسمه الرد على الايميل. بولوت شو ندى، اهلا ندى. نوي بارتيتشي بيامو، نحن نشترك. الكونكورس موزيكالي في المسابقه الموسيقيه. اول سؤال دوفي فاتشامو لبروفي، اين نفعل البروفات. السؤال الثاني بيركي لماذا، او بيركوالي موتيفي ما هي اسباب. راح يقول له تشاو جوليا يعني ايه، اهلا جوليا. اقول له فاتشامو لبروفي يعني اعمل البروفات، ان كامبانيا في الريف، او ان ميتزو الفيردي في وسط الخضرة. طب ليه هنعمل بروفات ان كامبانيا في الريف؟ عشان عندنا سبب مهم جدا اللي هو بير نون داري فاستيديو اني سونو، نون داري فاستيديو اني سونو، حتى لا نزعج احد. بعد كده بيجي لي موضوع التيمة. خلي بالك توبري فريشي لافيتا ان كامبانيا، انت بتفضل الحياة في الريف، اكويلا ديلا تشيتا، عن حياة المدينة. يبقى هنا موضوع التيمة جاي عن مقارنة بين الحياة في الريف والحياة في المدينة. هنكتب الجمل براحتنا، وفي عنصرين بندخلهم واحنا بنكتب الجمل. اول عنصر بيركي لا بريفيريشي، يعني لماذا تفضل حياة المدينة. العنصر الثاني كوالي سونو اي بروبليمي امبينتالي، ايه هي اي بروبليمي امبينتالي، المشكلات البيئية ديلا تشيتا يعني في المدينة. هنا خلي بالك وانا بكتب، اكتب الجمل براحتي وادخل العنصرين دول، اروح قايل له كده مي بياتشي يعجبني، بارلاري دي كويستو ارجومنتو، التحدث عن هذا الموضوع. كمان هقول له فادو كل اميتشي، اذهب مع الاصدقاء ان كامبانيا للريف. ايكولوجيا علم البيئة، ايمولتو امبورتانتي مهم جدا، ايمولتو انتريسانتي في حياتنا. ايو بريفيريسكو لا كامبانيا، انا بفضل لكامبانيا الريف. بركي لان لافيتا اي كالما، الحياة هادئة. ترانكويلا، وكمان تشيبي صوني لأطعمة صحية. كمان اقول له نون مي بياتشي لا تشيتا، لا تعجبني المدينة. بركي لانه تشي صونو دي بروبليمي، في مشاكل مشكلات المدينة. كومي مثل يرفيوتي الزحام، القمامة. ترافيكو الزحام. انكوينامينتو التلوث. بكده اولادنا نكون وصلنا لنهاية النموذج بتاعنا اللي اتناولنا فيه بالشرح والتحليل، تحليل نموذج امتحان من امتحانات الثانوية العامة. وبنوصي اولادنا وانت بتحل خلي بالك ما تزرقش الا في اخر 10 دقايق، ما تظللش على اجابة باللون الازرق، يرجى بقدر الامكان عدم التظليل على اجابتين. وعشان كده امسك القلم الرصاص في الاول وخلي الازرق في الاخر. وانت بتجاوب خش جاوب على المواقف، وما تخافش من جملة المواقف، سواء الجملة كانت طويلة او قصيرة، حل الموقف في كلمة او كلمتين. بعد كده جاوب الجرامر. الجرامر خلي بالك من موضوع المستقبل، المستقبل البسيط والمستقبل المركب، ده من الموضوعات المهمة جدا. وكمان عندنا الموضوع بتاع ضمائر المفعول اللي هو اللو والله واللي، وعندي موضوع الافعال المنعكسة. بعد كده اكتب التيمة والايميل، وخلي القطع للآخر. القطع تقراها مرتين، والأسئلة برضو هقراها مرتين. تشاو.